إذن أعزائي عدنا إليكم من جديد في الموسم الثالث من بودكاستكم الجميل. إذن أعزائي، لا مش هبدأ الكلام من الأول، هو ده اسم البودكاست مع أخوكو الصغير حبيبكو محمد حلمي. هنعمل إيه في إذن أعزائي؟ هم 10 دقايق، 10 دقايق تسمعهم بقى وإنت سايق، قبل ما تنام، وإنت لوحدك أو مع المدام، وانت بتاكل او في الحمام. شفتوا؟ اهو سجع، اهو اغنيه اهي. طيب هنعمل فيهم ايه العشر دقايق دول؟ هنتكلم فيهم عن مواقف ومواضيع كلنا مرينا وبنمر بيها. خلاص، فهوبفلي ان شاء الله تحبني وتسمعني تاني وتتبسط وتلاقي نفسك في هذا البودكاست. يلا بينا، يلا بينا. أعزائي وحشني بقى، وحشني قوي، ومش قادر أقول لكم قد إيه بتبسط لما الناس بتقول لي هو البودكاست فين. البودكاست أهو، أخوكم الصغير محمد حلمي رجع لكم بموسم جديد من بودكاستكم الجميل. موضوع حلقة النهاردة، أولى حلقات الموسم الثالث من بودكاستكم الجميل إذن أعزائي، عن درام رول بقى. فرحني بالدرام رول. ايوه، الصحاب. الصحاب اللي ما في مغني طلع اتكلم عن الصحاب الا وهزقهم. تلاقي واحد طلع بيزعق لك مش بيغني لك، تقول لك ولا 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 ولا، فانت تتخض، تقلق، تحسه بيستغيث بيك، تقول له ايوه، يقول لك الصحاب يلا، مالهم يا ريس، مش جدعان يلا، طب معلش، كله شمال يلا، خلاص يا ريس، انت بتخوفني من صحابي ليه؟ انت صحابك مش كويسين، انا خاف من صحابي ليه؟ مفيش يعني غير احمد سعد الوحيد اللي طلع قالك بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك. انا فاهم ان انت عايز تكرم الراجل، بس من وانت لسه بتحبي وانت مسنود عليه ازاي؟ يعني اتزنقت في ايه رحت له وهو لسه رضيع؟ فلوس تجيب بيها تتينة؟ بلاش، كان معاه بامبرز زيادة فادالك واحد تفك في زنقتك حرفيا. جراي احمد، مش طريقة يعني، بس كتر خيره. فهمنا ان هو عايز يبين قد ايه الصحاب جدعان، ولازم تختار صاحبك صح لان هو السند والظهر والكتف وكل الاعضاء دي. جميل جميل. طيب، اول صاحب بتقابله او بتقابلي غالبا بيكون صاحب الديسك او التختة على حسب مستواك الاجتماعي، والصاحب ده ما بتكونش انت اللي مختاره، ده اختيار الاهل. غالبا الام هتقعد جنب مودي عشان لما اخذ امك صاحبة ام مودي. طب ماما أنا مش طايق مودي، أصلاً فكرة إن اسمه مودي مصعبة علينا الصداقة، تقولك معلش هتقعد جنبه. طب ماما مودي بيبربر وبيمسح في كمه، تقولك معلش اديله مناديل. طب ست الحبايب، مودي فاشل دراسياً وانتي بتقوليلي أبقى ناجح دراسياً، تقولك معلش ابقى ذاكر له. طب ست الحبايب يا حبيبة، مودي ريحته وحشة، ايه ابقى حميه؟ جريئة ماما، مش طريقة دي، ما انا مش موظف عند مودي. فبتعصر على نفسك ليمونة وبتستحمل مودي عشان ما يحصلش صراع بين اولياء الامور. المشكلة بقى انك هتلاقي من مودي ده كتير، يعني هتلاقي مودي في تمرين السباحة، ويا سلام لو هو نفس المودي، يعني ممكن يبقى نفس الشخص. ساعتها هتلاقي نفسك طفل بيخطط لاغتيال مودي، خلاص انت مش قادر. هتخلص من مودي هتلاقي زياد. مين زياد؟ طفل رزل برضو بخدود بس غني، معاه راس مال، دايما عايز تبقى صاحبه بس مش عارف، فرق الطبقات مش مساعدك. يعني انت رايح المدرسة معاك مصروف ربع جنيه، ملك، تروح تلاقي زوز معاه جنيه، فترجع البيت تعمل لهم ثورة، بابا انا عايز اعمل ابجريد، زياد معاه جنيه، فامك تتخانق مع ابوك ويعملوا جمعية ويدوك الجنيه، فتروح تاني يوم المدرسة بالجنيه نجيب سويرس الاطفال، معاك الجنيه حاسس ان انت تمتلك الدنيا، زوز معاك كام؟ 5 جنيه، اتحطمت، شكرا. فتروح تاني البابا لسه هتفتح بقك يديك بالجزمة على دماغك، تكره المدرسة وزياد وعيشتك كلها، هو دايما سابقك بخطوة. تلاقيه دايما معاه سندوتشات مغرية جدا، عنده زمزمية، ومش البيز لاين، النصين اللي هي مية وعصير، فاهمين قصدي صح؟ غالبا زوز بيكبر يشتغل في مصنع الحديد مع باباه، وبيشارك مين بقى؟ برافو عليك مودي، وبيبربر وهو كبير برضو. تكبر شوية
تدخل إعدادي والأهل يبدأوا يدوك الحرية سنة في اختيار أصدقائك، الصوت يتخن، تحس إنك بقيت أرجل وأجمد واحد في الدنيا، وإنتي حبيبتي خلاص تحس إن إنتي بقيتي برنسس الشلة، إنجي أمر نيولوك جنان، فتجمعوا شلة من أسوأ ما يمكن، عبارة عن شوية عيال شنبها مخدر، ولاد وبنات والله نفس الشنب، نفس الحواجب، نفس كل حاجة. الفترة دي اللي الأمهات فيها مش بيخلوا البنات تعمل حواجبها، فاهمين بتكلم في أنهي سن؟ هو ده. وتتجمعوا وتعملوا جانج. وأنا بصراحة معرفش البنات بتكون عاملة إزاي في المرحلة دي من حياتهم، بس اللي أنا فاكره إن بيكون فيه كوين الشلة والوصيفة والحاشية بقى، ودايماً في بنت يعني غلبانة جداً بيشدوها من شعرها، والله فور فن لما يكونوا زهقانين. وأنا مش عارف هل دي الحقيقة ولا دي مخيلتي من فيلم مين جيرلز. أما بالنسبة لك كراجل في السن ده فأنت بتكون راجل قوي، خلاص أنت عارف كل حاجة وفاهم الدنيا، طبعاً ده اللي أنت فاكره، لكن الحقيقة أنت لا تدرك أي شيء، أنت لسه عيل صغير بس دايماً بتتكلم كده، إيه يا جماعة إيه الدنيا إيه بقى، ودايماً في حوار ودايماً في خناقة، والخناقة مش بتبدأ مكان الخناقة، عمرها دايماً في لا يستناني برا، طب باشا ما نتخانق هنا، لا معلش استناني برا، طب باشا إيه اللي هيطلعنا، ما نطحن بعض هنا والكسبان يتوج من نفس المكان، لا لا معلش اطلع لي برا. مرة وأنا صغير كنت مراهق، سن المراهقة الحزين ده، كنت في النادي وشدت مع واحد في سني، عيلين صغيرين شنبهم مخدر مفهومش زقة، فهنتخانق، قال لي بقولك ايه اطلع لي برا. ليه يا ريس؟ قال لي لا معلش اطلع لي برا. قلت له طب ليه؟ قال لي ايه تفتكره؟ قال لي عشان مامتي هنا. والله العظيم المشكلة ان طلعت له برا فعلا لقيت مامتي انا كلت علقة، لا مش من الواد، من امي، امي كانت بتضربني قدام الواد، خسرت الخناقة اللي ما بدأتش اساسا، حاجة في منتهى التهزيق والحزن. وفي نفس المرحلة دي بيكون عندك الصاحب البوتاجاز، ده ايه دوره في الحياة؟ شعللت الخناقة. فاكرين حلقة الشغل؟ اهو ده الثورجي اللي غالبا الخناقة نفسها بتكون فكرته، بيسخنك جدا جدا، الحق ده شتمك، وقت الضرب فين حبيب قلبي؟ هو بينسحب في صمت، بنسمع عنه تاني يوم، بنحكيده الخناقة اللي هي اصلا كانت فكرته. كبرنا شوية كمان دخلنا الجامعة، نبدأ نتعرف على صحاب المصلحة، اللي مصاحبك عشان تنقله الشيب، اللي مصاحباكي عشان تجيب لها أكل وانت داخلة الجامعة تجيب لها واحد كريب أو حاجة، صاحبك اللي بيموت فيك عشان تكتبه غياب، اللي حبيبي لو عنده صحاب كتير شوية في الدفعة هيسقط لأن الناس كلها بتحب توجب معاه، فبينتهي بيه الأمر إن في 4 محمد محمود حني في الدفعة حاضرين السيكشن كلهم مع بعض، محاضرة في المالتي فيرس والله، فكلهم بيتجمعوا فين بقى؟ في السمر كورس. وفي الجامعة برضو دايما هتلاقي صاحبتك المتوترة دي على طول هتسمعي منها جملة هنعمل ايه، ومش هنعمل ايه العادية، لا هنعمل ايه متغرقة قلق، تحسي في كارثة، دايما محتاسة مش فاهمة اي حاجة، دي اللي بتكلمك قبل الامتحان عشان تهديها، وبتخيش في الامتحان برضو، مش فشل منها، لا توتر وقلق. الناحية التانية في صاحبتك الدحيحة سلاش السهنة، دي اللي دايما محسساكي انها مش مذاكرة حاجة، ويا لهوي بجد هنعمل ايه في الامتحان بتاع بكرة، هنسقط الحقيني، ده اللي برا. اللي جوه هي مذاكرة المادة 84 مرة، ممكن تطلع تشرحها مكان الدكتورة، المشكلة انها بتطلع من الامتحان بنفس الاتيتيود، يا لهوي الحقيني هسقط ما حلتش حاجة، ده اللي برا. انما اللي جوه هي طالبة 3 ورقات زيادة عشان ورقة الإجابة مش مكفياها، وانتي حبيبتي حل سؤال واحد وطلع صباح الفل، هنعمل ايه طيب، ويا منهارة قط بقت معيدة في الجامعة، وانتي ولا انتي هنا عشان انتي صاحبة جدعة بتواسي واحدة بتكذب عليكي. الناحية التانية بقى عكس الكلام ده تماما، صاحبك الصباح الفل ده قبل المادة بساعتين بيكلمك يقولك باشا هو ايه الكلام، ايه الكلام في مادة بكرة دي؟ باشا مفروض تبقى حافظه، كلام مادة بكرة مفروض تبقى حافظه، في امتحان كمان ساعتين، يقول لك مش انت حافظه، يبقى انا متطمن، ايوه باشا انا حافظه، انت متطمن ليه؟ يقول لك مش احنا اصحاب، يبقى غششني،
باشا انا في لجنه واحد وانت في لجنه سته. يقولك يا عم صباح الفل خلاص عادي. نكبر اكتر واكتر ونشتغل وتلاقي انواع الصحاب بتكتر، وبقى في صحابك اللي بجد اللي معاك من زمان بتحكي لهم وبيحكولك، وهنا بتقابلي صاحبتك النمة دي احلى مكالمات في الدنيا. المكالمه بتقعد ساعه ونص وبتبدأ بقول لك ايه عندي نماية وهاتك ياخد في سيرة الناس. والله العظيم بتمرمطوا الناس كلها، ولو الموضوع هيطول سنة بتجيلك البيت بقول لك استني جايالك وتكملوا بقى. الكلام ده مش عند الرجالة بقى، لان احنا كرجالة مش قادرين ننم، مكسلين نتكلم. فغالبا لو شفتي اتنين رجالة بيحكوا لبعض حاجة هتلاقي واحد منهم نوع الصحاب اللي فاهم انت مين ده. ده الشخص اللي مكسل يكمل الجملة، بيبدأ الجملة مش عارف هيقفلها ازاي، بيسيبها لك لخيالك. يقولك كنت قاعد امبارح حلمي على القهوة شفت عربية، فاهم انت؟ لا مش فاهم، انت ما اديتنيش حاجة افهمها، فين المعلومة؟ اديني اي انسايت احاول افهمك، فاهم انت؟ وفي نفس القعدة هتلاقي صاحبك اللي بس كده وبتاع، ده ايه؟ ده بيفقد الشغف في نص الجملة مش بيكملها خلاص. يقولك كنت قاعد انا وحلمي روحنا النادي شفنا يوسف فاتخانق مع محمد بس كده وبتاع، فاهم انت؟ يا عم والمصحف ما فاهم، انت قلت ايه؟ انت بتختبرني؟ كلمات متقاطعة بترميني الكلام اجمعه انا؟ ما ترتب الكلام وامسح برابيرك عمودي مش كده. وفي المرحلة دي من حياتك هتلاقي عندك البرو، ده اخوك بقى، ده صاحبك اللي بجد اللي لما تحصل اي حاجة هتكلمه مش هرد عليك. اه والله حيوان يعني، وساعات بتكون انت الشخص ده، بتكون انت البرو، انت صاحب كويس من جواك، انت صاحب كويس بس مش بترد على التليفون. هتلاقي نفسك انت والبرو بتتكلموا كل شهرين مره بس صحاب جدا جدا، والبوند بينكو جامده قوي. اخر واهم نوع من الصحاب هم صحاب الاكل، دول حبايب قلبي بتشوفهم بالجوع ودايما عندهم حته ها يا جماعه مين هياكل، غصب عنك بتقول انا هاكل، لانهم بيسهلوا كل حاجه، البروسيس سهله. هو اللي هيطلب، رقمه اللي متسجل، صاحب المطعم يعرفه فهيتوصى بيه، كل حاجه متيسره عشان تبوظ الدايت. وبالمناسبه الجميله دي روحوا اسمعوا حلقه الدايت من الموسم اللي فات او اللي قبله في الحته دي، وخليكم دايما عارفين ومتاكدين ان الصحاب دول نعمه من عند ربنا. فبعد الحلقة دي افتح موبايلك طلع رقم اي حد بقالك كتير ما سألتش عليه وتكلمه بقى ودردشه وبس كده وبتاع، فاهم انت؟ ودي اعزائي كانت اول حلقة من الموسم الثالث من بودكاستكم الجميل. اذا اعزائي تقديم اخوكم الصغير محمد حلمي انتاج شركة صوت. اشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.